ملوحته تزيد عن النسبة الموجودة في المحيطات بمقدار 6 إلى 4%، أخفض بقعة على سطح الأرض. يعد البحر الميت أخفض نقطة على سطح الأرض، إذ إنه ينخفض مسافة تبلغ حوالي 397 متراً تحت مستوى سطح البحر، أي ما يعادل 1302 قدم، ومع العلم أن البحر الميت ليس له أي منفذ بحري. تجدر الإشارة إلى أن تغذيته تتم من خلال نهر الأردن، ويصل عرضه في أقصى حد إلى 17 كيلومتراً، وطوله يبلغ 75 كيلومتر. يقع البحر الميت في الجهة الجنوبية الغربية من القارة الآسيوية، على وجه التحديد بين دولتي الأردن وفلسطين، إذ تبلغ نسبة الأملاح فيه حوالي 34%، وهي ما تمثل 9 أضعاف تركيز الأملاح في البحر المتوسط، وواحدة من أعلى نسب الملوحة بالمسطحات المائية في العالم. كما يتميز باحتوائه على نسبة عالية من المعادن، كالكبريت والمغنيسيوم وكبريتيد الهيدروجين والبرومين والكلور والبوتاسيوم، وقد نتجت هذه الأملاح لأن البحيرة هي وجهة نهائية للمياه التي تصب فيه، حيث إنه لا يوجد أي مخرج لها بعده. علماً بأن البحر الميت يتغذى من نهر الأردن والوديان الموجودة في المنطقة التي تمتلئ أثناء فصل الشتاء، ويعد من الأماكن التي يقصدها السياح من أجل العلاج لما يحتويه من معادن مختلفة تساعد على الشفاء من بعض الأمراض، وتستخدم أملاح البحر الميت والمعادن الموجودة فيه في صناعة مستحضرات التجميل. ويعد أيضاً من البحار المغلقة، بمعنى أنه ليست لديه منافذ، ويوجد البحر الميت في الصحراء، وتعتبر أمطاره قليلة وغير منتظمة، حيث إنها تبلغ سنوياً 65 مليمتر، ودرجة الحرارة فيه في فصل الشتاء معتدلة، تتراوح ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية كحد أقصى. أما في فصل الصيف فيكون الجو حاراً ويتراوح ما بين 34 إلى 51 درجة، ويبلغ معدل تبخر مياه البحيرة 1400 مليمتر سنوياً. وقد أطلق على هذه البحيرة اسم البحر الميت بسبب عدم قدرة الكائنات الحية أو الأسماك على العيش فيه لكون مياهه شديدة الملوحة، فهي تقارب 10 أضعاف ملوحة المحيطات، وتتغير هذه اعتماداً على العمق، كما لا تعيش فيه الكائنات الحية بالرغم من وجود بعض أنواع البكتيريا والفطريات الدقيقة فيه. يقع البحر الميت في منخفض عميق. تعد منطقة البحر الميت مركزاً رئيسياً للعديد من الأبحاث الصحية، ومن أبرزها احتواء مياه البحر الميت على نسبة عالية من المعادن ونسبة منخفضة بشكل كبير من المواد المسببة للحساسية. انخفاض عنصر الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن أشعة الشمس في تلك المنطقة يساعد مرضى الصدفية على أخذ حمام شمسي لفترة طويلة دون التعرض لأشعة الشمس الضارة. ارتفاع الضغط الجوي في المنطقة يلعب دوراً مهماً بالنسبة لمرضى الجهاز التنفسي.